في حلقة جديدة من برنامج الجدعان. النهاردة زي ما عودناكم قبل ما نبدأ رحلتنا مع جدعان بلدنا، عايز أقول لكم مجموعة من الأخبار المهمة جدا. أول حاجة، ناس كتير جدا بتكلمنا على أراضي الوادي الجديد، وخصوصا مشروع المحافظ الجدع محمد الزملوط، هو تخصيص 10,000 فدان لكل محافظة في مصر داخل أراضي الوادي الجديد. المشروع جاري تنفيذه، وأول محافظة هتوقع مع محافظة الوادي الجديد هي محافظة الفيوم، وهتنقل 2000 أسرة داخل أراضي الوادي الجديد تباعا على مدى الأشهر القادمة حتى شهر يونيو 2018. هيتم منح كل محافظة 10,000 فدان وهتخصصها لأبنائها، وهتبقى أراضي مخصوصة لهذه الأسر داخل محافظة الوادي الجديد. من فضلكم تابعونا على مدى الأسابيع اللي جاية، عشان هنعلن تباعا موعد توقيع بروتوكولات المحافظات لتخصيص 10,000 فدان. تاني خبر عايز أقوله، مشروع مستقبل مصر اللي قلنا عليه، اللي واقع على بعد 60 كيلو من مدينة 6 أكتوبر. المشروع العملاق ده النهاردة بيسجل رقم قياسي جديد، اتزرع فيه حوالي 140 ألف فدان. طرحنا مبادرة كبيرة، وهي النزول بالمساحات من 1000 فدان ل 100 فدان عشان صغار المستثمرين، وحققت نجاح كبير جدا، وخصوصا بين المصريين المغتربين بالخارج. كل المصريين بره بيسألوا ازاي ناخد أراضي في مشروع مستقبل مصر. بشكركم على الثقة دي، وعايز أقول لكم إن مساحات كبيرة جدا اتخصصت للمستثمرين الصغار داخل مشروع مستقبل مصر لأول مرة بعد ما كانت المساحات 1000 فدان. عايز برضو أقول لكم أخبار مفرحة جدا. أول حاجة، نحت لأول مرة في مصر زراعة القصب بنظام التنقيط مش بنظام الغمر، وده معناه إن الأرض أو الفدان الواحد اللي كان بيستهلك 12,000 متر مكعب مية لزراعة القصب، النهاردة بنظام التنقيط بقى يزرع بكمية مية لا تتجاوز 5500 متر مكعب. التجربة داخل محافظة المنيا ونجحت بالكامل، والكلام ده على مسؤولية الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشؤون الخدمات الزراعية. الدكتور صفوت قال لنا إن كمية مية اللي بتستهلك نزلت بالظبط أكتر من 60% من استهلاك كمية القصب. ثانيا، الإنتاج بيصل من 40 طن في زراعة القصب العادية لأكتر من 60 ل 65 طن في الزراعة الجديدة بالتنقيط. إذن هي زراعة ناجحة بكل المقاييس، وتلغي تماما فكرة أن القصب محصول شره في استهلاك المياه. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا إيه النهاردة في برنامج الجدعان. فريق الجدعان يشهد إعلان الشركة الدولية للتبادل التجاري الحر IFT طرح أدوية الدوفينكس والإيفوميك لعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية التي تصيب الثروة الحيوانية، واللذان تنتجهما شركة بورينجر إنجلهايم، عملاق صناعة الدواء البيطري في العالم. فريق الجدعان يواصل فتح ملف استيراد مجزئات الدواجن الأوكرانية، والذي يهدد صناعة الدواجن المصرية بالانهيار الكامل وتشريد نحو 3 ملايين عامل، وذلك لعدم قدرة الإنتاج المحلي على منافسة المستورد، وذلك بعد إغراق الأسواق المحلية بكميات ضخمة مستوردة. فريق الجدعان يشهد مهرجان حصاد الزيتون المصري في مزارع مجموعة الوادي فود بطريق القاهرة الأسكندرية الصحراوي، وأعمال عصر وإنتاج زيت الزيتون النقي، وذلك في أجواء من الفرحة بحضور المئات من الأسر وأطفالها تحت شعار من الشجر إلى الحجر. لسه معاكم مكملين في قضية استيراد دواجن مجهولة المصدر ودخول مجزئات دواجن لأول مرة في مصر. احنا على اقتناع كامل ان دخول المجزئات واغراق السوق المصري بدواجن مجهولة المصدر ده من شأنه انه يهد صناعة الدواجن المصرية. الاتحاد العام للدواجن والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الثروات الحيوانية والداجنة والسمكية، في اجتماعات مستمرة بقالهم أكتر من 10 أيام لوقف هذا الطوفان القادم من أوكرانيا والبرازيل، في خطر كبير جدا على الصناعة الوطنية للدواجن، وخصوصا إذا جاء الوحش الأمريكي. أمريكا بقالها سنوات طويلة جدا بتحاول تدخل المجزئات إلى مصر، والمجزئات الداجنة اللي هي الأوراق هم هناك في أمريكا لا يأكلوها، وبالتالي هي بلا سعر. احنا بنرفض هذه السياسة، بنرفض استيراد دواجن
باقي على صلاحيتها أيام أو أسابيع، المواطن المصري لا يستحق هذه الإهانة. خليكم معنا. خلال الكام يوم اللي فاتوا كان فيه مفاجأة كبيرة جدا في انتظار جدعان صناعة الدواجن في بلدنا، وهي إغراق السوق المصري بكميات ضخمة جدا من الدواجن الكامة المستوردة الرخيصة والسيئة السمعة من أوكرانيا والبرازيل. وكانت الطمة الكبرى استيراد مجزئات دواجن، يعني الأجزاء الخلفية من الفراخ اللي هي أرخص حاجة في العالم لأن مصدرها مجهول ومش حلال طبعا، وعشان كده بتتباع بالسنت يعني ببلاش، وبالتالي استيرادها يدمر صناعتنا الوطنية فورا. الاتحاد العام لمنتجي الدواجن برئاسة الدكتور نبيل درويش في حالة انعقاد دائم. الحرب مش سهلة، والكميات المستوردة تغطي مصر 6 شهور، يعني صناعتنا الوطنية هتتصفى يعني هتتصفى، وكفاية ان 70% من المربين ما سكنوش كتاكيت جديدة من شهر، والكتكوت بقى بجنيه بعد لما كان بيوصل لخمسة وستة جنيه. برنامج الجدعان قدر يرتب اجتماع ما بين الدكتور انور العبد رئيس شعبة المجازر في الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ورئيس مجلس ادارة شركة الاهرام للدواجن، مع المهندس علاء فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بحضور شركات الدواجن الكبرى في مصر الوطنية والقاهرة والاهرام، عشان ايجاد مخرج من الازمة ووقف الطوفان المستورد. كمان الدكتور نبيل درويش اجتمع مع الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروات الحيوانية والداجنة والسمكية وجدعان الرقابة الإدارية وشرح الأزمة. وفي نهاية الاجتماع بوزارة الزراعة صدر البيان اللي هتسمعوه دلوقتي من الدكتور نبيل درويش. دعما لصناعة الدواجن وحرصا من وزارة الزراعة وإصلاح الأراضي والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، تم عقد اجتماع اليوم بديوان عام الوزارة وحضور الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والشركة القابضة للصناعات الغذائية ممثلا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تم الاتفاق على أولا التأكيد على تفعيل قرارات منع استيراد مجزئات الدواجن، ثانيا تكوين لجنة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والاتحاد العام لمنتجي الدواجن ووزارة التموين والتجارة الداخلية لتنظيم عملية استيراد الدجاج المجمد طبقا للاحتياجات ووفقا للإنتاج المحلي. رابعا تقوم شعبة المجازر بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن بتوفير احتياجات التموين من الدجاج المحلي لعرضه بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية. دلوقتي هنتناقش مع الدكتور نبيل درويش رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن عن الأزمة وحلولها. دلوقتي احنا هنا في وزارة الزراعة وتحديدا في غرفة العمليات، هنا انعقاد دائم للاتحاد العام لمنتجي الدواجن برئاسة الدكتور نبيل درويش رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن. دائما بتحضر هذه الاجتماعات الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروات الحيوانية والداجنة والسمكية. أزمة لم نتوقعها دكتور نبيل، إيه اللي حصل؟ أولا بشكر برنامج الجدعان على أنه غطى الأسبوع اللي فات تغطية كاملة لهذه المشكلة، وإحنا في النقاط دائم كاتحاد لمنتجي الدواجن إلى أن تحل هذه الأزمة التي قربت فعلا للحل حسب المعطيات الموجودة. الدواجن لما دخلت في غفلة عن الجميع، ودخلت بكميات كبيرة جدا لأنه اللي دخلها لم يقم بحساب دقيق لمتطلبات المرحلة ولمتطلبات السوق، وبالتالي كان في زيادة في المعروض منها بخلاف طبعا الانتاج المحلي اللي ما فيهوش مشكلة. انتاجنا المحلي الحقيقة زي ما احنا عارفين كله دايما انه 95% من الاستهلاك مغطى عن طريق الانتاج المحلي، يعني في فجوة 5% فقط هي اللي المفروض يتم استيرادها، فلكن تم استيراد اكتر من 5% كثير ومفيش ارقام معروفة. مشكلة الدواجن اللي موجودة في السوق قارب معاد انتهائها، قارب معاد الاكسباير ديت النهاية، وبالتالي زي ما احنا عارفين ان لابد للاشترى بتاع او المستورد ان يبيعها بسرعة، وبالتالي رخص الاسعار.
ترخيص الاسعار يعني او حرق الاسعار اثر علينا احنا كمنتجين، لان احنا تكلفتنا تكلفه حسب المدخلات اللي جايانا من الخارج، عشان صناعتنا محترمه وامنه وخايفين على صحه الناس، وده بخلاف ان يعني 70% تقريبا من مكون الدجاجه اللي حضرتك بتاكلها ده مستورد. واحنا كلنا عارفين ان الفراخ مياز غاليه في مصر الحقيقه، لو شفت الاسعار الخارجيه اللي في اوروبا اسعار غاليه جدا في اوروبا عننا بكتير. هتسالني طب امال ليه المستورد ارخص؟ بقول لك لانه ده عباره عن غسيل الثلاجات. احد المستوردين وراني فواتير عروض جايه من البرازيل وجايه من اوكرانيا، السعر بيبدا من $500 للطن يعني 50 سنت لغايه 1200 دولار. هي بيوصلوا الارقام دي ازاي؟ يعني اشتري فرخه مثلا ب 7-8 جنيه معقوله؟ راح لو حضرتك رحت هناك هتجد الاسعار غير كده تماما. هو بيستغنى عن الفراخ اللي هو بيبعتها لنا لانها قربت الانتهاء او لهدف اخر خفي، ان هو القضاء على الصناعه دائما بيكون. كان في اتفاق ما بيننا كاتحاد العام لمنتجي الدواجن وما بين الشركه القابضه للصناعات الغذائيه في وزاره التموين ان احنا هنورد 20,000 سنه. الكلام ده كان في الاشهر الماضيه. عدم تنفيذ هذا الاتفاق هو اللي دفع الشركه القابضه انها فورا تتجه للاستيراد من الخارج او تفتح المنافس بتاعتها للكميات المستورده من الخارج. احنا اللي غلطانين يا دكتور. لا، واوضح لحضرتك ان احنا يوم ما مضينا البروتوكول هناك بند في البروتوكول بيقول ان احنا سنعيد تقييم السعر كل 3 أشهر، لان طبعا حضرتك عارف انه الاسعار بتتغير، لان اسعار زي ما اتفقنا انها عالميه. حصل ان الاسعار تغيرت وحصل ان هناك تعويم للجنيه مما خلى الاسعار سعر التكلفه بقى مرتفع جدا. حينما طلبنا ان احنا نبدا نناقش السعر تم الرفض، وبالتالي ما قدرناش نورد، لان ما فيش ابدا واحد هيقدر يبيع بالخساره على طول. وكان لابد ان وزاره التموين في هذا الوقت تعيد النظر في السعر زي ما البروتوكول كان بيقول. صندوق دعم الصناعه ليه ما تدخلش في الوقت ده؟ احنا مش عندنا صندوق فيه ملايين يا دكتور. كان داخل الصندوق وكان بيدي دعم. عشان اوضح حاجه، ده انا عايز اوضح حاجه، ان صندوق دعم الصناعه ده فلوس المربين، فلوس اي مستلزمات لصناعه الدواجن بتاتي الى مصر بيتاخد منها 1% وتوضع في هذا الصندوق، فهذه اموال المربين، وبالتالي كان هم الاولى بالحصول على الدعم في الوقت ده عشان نلتزم ب 20,000 طن. كان هناك دعم لكل كيلو من الدواجن الكامله 9 جنيه. وكل كيلو من المجزئات 9 جنيه. هذا الدعم من الصندوق فعلا او من الحساب. وبالك لكن كان حتى مع ال 9 جنيه كانت وزاره التموين بتشتري في هذا الوقت ب 20 جنيه الفرخه الكامله، مع 9 جنيه كانوا ما يكفوش التكلفه على الاطلاق. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا فوجئنا انه في 9 جنيه احنا بندفعهم من الصندوق دعم لكل كيلو، منهم 5 جنيه بيروحوا لوزاره التموين خدمات ليها و4 جنيه بيروح للمستهلك. فمش ممكن ابدا اطلع دعم ياخد منه وزاره التموين تاخد منه 5 جنيه، يعني بتاخد اكثر من 50% من الدعم ليها. يعني بمفهوم اخر كان الدعم حوالي 200 مليون جنيه ككل، كان المفروض ان التموين تاخد منه 100 مليون جنيه والمستهلك ياخد 100 مليون جنيه. طب دكتور نبيل اللي خلينا نتكلم على دلوقتي بقى، احنا اجتماعات دائمه والنهارده كان اجتماع ضخم جدا، رايحين على فين؟ مورد لوزاره التموين ولا ان شاء الله؟ ولكن بعد الاجتماعات الدائمه اللي احنا قمنا بيها والاتصالات مع المسؤولين، والحقيقه كل المسؤولون تفهموا المشكله كويس جدا، وقررنا معاهم مع كل الناس المسؤوله عن الدواجن في مصر ان يتم توريد لوزاره التموين 4,000 طن شهريا بدءا من شهر كام؟ من شهر مايو او يونيو. لغايه دلوقتي ده 2018 كتير في اغراق السوق المستورد. هل الصناعه
تتحمل هذه الأشهر دون توريد أو دون شغل؟ تحصل في خسائر كتيرة، وأنا الحقيقة الخسائر يمكن الشركات الكبيرة لأنها انتجريدت أو متكاملة الأنشطة قد تكون مش هتتأثر بالخسارة الكبيرة، ولكن المشكلة هزيمة لصغار مربينا دكتور. المشكلة في المربي الصغير الحقيقة هيتأثر كتير، وأول تأثر النهاردة أن الكتكوت بقى بجنيه. عارف معناها إيه يا أستاذ محمد؟ معناها ان في ناس قفلت مزارعها مش هتكمل تربية وبتنتظر الى السوق لما يتحسن عشان تنزل تاني تربي. الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام للدواجن تولى المهمة من ايام كنائب في الاتحاد، وطبعا لا صوت يعلو فوق صوت الازمة. اعرفك يا دكتور انك قوي ما بتخافش، وعشان كده اخترت في هذه المرحلة تحديدا في عمر الصناعة لحمايتها من داخل الاتحاد العام لمنتجي الدواجن. خطوات حضرتك ايه لحماية هذه الصناعة اللي بتوجه لها اقصى واصعب الضربات حاليا؟ الموضوع للأسف يعني وصل لمرحلة ان احنا هناك استهداف واضح وصريح لصناعة وطنية بهذا الحجم. كلنا يعني عارفين ان احنا في اكتفاء ذاتي عندنا من بيض المائدة النهاردة بنسبة 100%، عندنا اكتفاء ذاتي من الدواجن النهاردة بنسبة 90-95%. الجاب او الفجوة البسيطة اللي موجودة النهاردة لا تتحمل كل هذا الاستيراد الغير مدروس بكميات تدعو للقلق. النهاردة في صناعة مش عايز اقول انها بتواجه، لا ده على مدى اكتر من 30 سنة لم تنجح اي دولة النهاردة في دخول المجزئات، وكان في محاولات من سفارات كتيرة جدا بالضغط على وزارة الزراعة ولم تنجح، ولكن للأسف فوجئنا بالمجزئات بين أيدينا. والله أنا شايف إن في مشكلة والحل بسيط. يمكن النهاردة في الاجتماع النهاردة بعد فترة طويلة يعني وسنين طويلة الصناعة دي موجودة، لكن الحل بسيط جدا. المشكلة عندنا الجزر المنعزلة، المنتجين في ناحية والاستيراد في ناحية تانية خالص. ازاي النهاردة اجيب النهاردة دواجن بملايين الدولارات وابدأ ابيعها اقل من قيمتها بعد ما دعمت المنتج الاجنبي، باجي اهد في المنتج المصري. اسهل حاجة جدا واسهل حاجة انك تستورد، اصعب حاجة انك تنتج. النهاردة صناعة فيها بنية تحتية وفيها توسعات كبيرة جدا، في تناقض غريب جدا. في النهاردة للأسف بدي النهاردة كان مستثمر جديد بيشجع المستثمرين، الوزارة النهاردة بتدي النهاردة أراضي بحق انتفاع عشان التوسعات، وبتطلب منك 25% زيادة في الإنتاج خلال سنتين ثلاثة. الصناعة دي رغم حصل خلال الأربع خمس سنوات اللي فاتوا ظروف غير مواتية في مصر، لكن حصل انها زادت بنسبة 30-35% على مستوى الجدود وعلى مستوى الامهات وعلى مستوى التسمين. احنا كان عندنا بيض المائدة 28 مليون فرخ بياض، النهاردة وصلنا ل 50 مليون فرخ بياض خلال 3 سنين. فصناعة يعني مكتسحة ومتسايدة، ازاي بالسهولة دي افضل فيها؟ عارفين مصر فيها 321 مجزر للدواجن، منها 202 مجزر يدوي، 71 نص آلي، و48 آلي، وطاقتهم جميعا في الذبح 3,200,000 طائر كل 8 ساعات يعني في الشفت الواحد. ولو قلنا ان الاستهلاك المحلي 2 مليون طائر يوميا، يبقى عندنا طاقة ذبح مهدرة 1,200,000 فرخة. يبقى لازم فورا نفعل قانون منع تداول الدواجن الحية والبنية الأساسية جاهزة، وندخل صغار المربين للدواجن في المنظومة بحيث تتعاقد معهم المجازر وتديهم فلوسهم فورا بسعر يغطي تكلفة الانتاج، وتورد هي الاكثر من 1,226 فرع للشركة القابضة للصناعات الغذائية وحوالي 2,000 فرع لمشروع جمعيتي على مستوى الجمهورية. على فكرة ده مش اختراع ولا ابتكار، هو العالم كله شغال كده. المربي شغلته يربي وبس، وشغلتنا نحافظ عليه ونسوق انتاجه ونشجعه. ده راجل منتج وكفانا امراض واستهتار واستيراد. تشاهدون بعد قليل فريق الجدعان يشهد إعلان الشركة الدولية للتبادل التجاري الحر IFT طرح أدوية الدوفينكس والإيفوميك لعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية التي تصيب الثروة الحيوانية، واللذان تنتجهما شركة بورينجر إنجلهايم
عملاق صناعة الدواء البيطري في العالم.